السلام على قلوب تعلقت بعلي، السلام على قلوب أحبت علي، السلام على قلوب سارت على نهج علي، السلام على قلوب تطهرت بذكر علي، السلام على قلوب تمسكت بحبل علي. السلام عليكم أيها الأحبة بعدد ما صليتم على من أوصونا بحب علي، ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج علي والمتمسكين بنهج علي والطالبين بثأر علي مع إمام منصور من أهل بيت محمد عليه وعليهم السلام، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه بحق هذه الليلة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله يا أبا الزهراء محمد وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين ويا قائد الغر المحجلين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم يا حسين، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. لا ترفعوا لا ترفعوا نعش الوصي تمهلوا، لا ترفعوا نعش الوصي تمهلوا، قولوا لغير عياله أن يرحلوا. هذه عزيزته تريد وداعه، جاءت بأثواب الفجيعة ترفلوا. صفوا الجو، هيئوا الأجواء الزينة، بتريد تودع أبوها،
تريد تنعى على جسد علي، على جنازة علي. ليش؟ زينب أكو جنازة ما راح تقدر تنعى عليها، ما راح تقدر تبكي على ذيك الجنازة، فخلوها هنا تبكي، الكل تطلع برا، بس زينب تبقى. الشاعر يقول: جاءت بأثياب الفجيعة ترفل، جلست عند نعشه جلسة ثاكل، وعيونها دمع المواجع ترسل. هذا حال زينب الليلة على جنازة أبوها علي. صحيت بصوت موجع، إيش قالت؟ تسمع. صاحت بصوت موجع: لا يا علي، بويا بويا بويا. صاحت بصوت موجع: لا يا علي، أنت أنينا للجبال يزلزلوا. يا ليت ذاك السيف خضبها متين. يا ليت ذاك السيف خضبها متي، لكي حتى دون عرشك، دون نعشك نعشي يحمل. يا ريتاني بدالك بويا علي متت هاي الليل. يا كهفة، شو تقول له زينب؟ يا كهفة أدمعي وملجأ آلامي يا علي، أبتاه نم يا علي قرير العين، فإن اللقاء بالطهر فاطمة قريب مقبل. أبتاه إن أبصرت أمي قل لها. شلون وصية راح توصي زينب؟ اسمعها بقلبك. أبتاه إن أبصرت أمي قل لها، مشتاقة أمسك كفها وأقبله. أبتاه يا علي، أبتاه خبر فاطمة أن أولادها، أبتاه خبر فاطمة بغربتي ولدها، فإن العيش بعدكم مرير حنظل. والله يا ناعي، والله يا الشيال النعش زينب تون وتصيح. اليوم ها زينب ورا النعش. والله يا الشيال النعش زينب تون وتصيح: حيدر يا ابويا يا علي، بعدك ما يحلى للعيش يا ابويا يا علي، بويا.
مثل راسك مثل راسك هالقلب مجروح 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 بويا بويا يا علي يا بويا بعد شنو بويا ودمع عليك ما ينشف يظل مسفوح يا بويا أريد قبل المجلس إن وين هذا البيت أنا وياك يا بويا ودمع عليك ما ينشف يضايا يا المس إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن وإياكم على ذلك القول من الشاهدين الموقنين. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج يا رب. الأصل في استدامة الحياة في هذا الوجود هو الحركة للسكون، فلولا أن هذا الوجود بأسره يتحرك لن عدمت الحياة لجميع الموجودات في هذا العالم. لذلك نجد بأن القرآن الكريم يؤكد على هذه القضية، وبالنتيجة يؤكد على الإنسان الذي يعتبر هو الخليفة خليفة الله في أرضه أن يكون متحركاً لا ساكناً، لكن يوجه القرآن ويوجه المعصوم هذه الحركة وطبيعة الحركة كي تكون حركة حياة لا حركة عدم حياة. فنجد فد آية قرآنية أخواني، بسم الله الرحمن الرحيم والله يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الآية تبين حركة من قبل المولى تبارك وتعالى المن للرياح، والرياح بدورها سوت حركة السحاب، وهذا السحاب تحرك ثم أحيا ماذا؟ بلد ميت. فالآية تبين الأصل في استمرارية الحياة هو شنو إخواني؟ الحركة للسكون. وبما أن الإنسان هو من أهم الموجودات في هذا الوجود وفي هذا العالم، إذن هو أولى بتلك الحركة من غيره. لكن قلت ما هي هذه الحركة؟ شنو الحركة التي يجب أن يتحركها الإنسان؟ شوفوا الآية اللي بدينا اللي ضربنا مثال بها على الحركة، بينت بأن الحركة منين؟ من الله. الله هو الذي يحرك، الله هو الذي يمد بالحركة وتحصل الحياة. يعني كأنه الآية تريد أن تقول بأن الأصل في الحركة التي توجد حياة وتستمر بها الحياة هي الحركة التي تكون لمن؟ لله ومن الله وفي الله. لذلك هذه العبارة غالبا ما نكررها أخواني وتحتاج إلى تأمل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
عبارة جميلة. شو تبين لنا؟ كل شيء في الإنسان، بل كل شيء في هذا الوجود هو بدوا من الله ويرجع لمن؟ إلى الله. فنخرج بنتيجة، الحركة التي توجد حياة لابد أن تكون حركة مستمدة من الله، وأن تكون لله، وأولى من يطبق هذه الحركة هو الإنسان. لكن قد تحصل شبهة في ذهن الإنسان، وقد يحصل مفهوم معين، هذا المفهوم يخربط وضع الإنسان، يغير مسيرة حركة الإنسان وسلوكيات الإنسان. ليش؟ شوية أذهانكم يمي. حركة الإنسان غالباً ما تكون تابعة لمن إخواني؟ تكون تابعة لمفاهيم ومرتكزات الإنسان، المرتكزات العقلية. يعني أنا شنو اللي أفتهمه يحركني، شنو اللي أحصله من علم يحركني، شنو العقيدة اللي أحملها هي التي تحرك الإنسان. إذا حصلت عندنا فد شبهة مفهومية، مفهوم خاطئ، الإنسان يتحرك حسب هذا المفهوم، تكون حركته صحيحة لو خاطئة؟ قطعنا العقل يقول بأن هذه الحركة شبيهة حركة خاطئة، حركة مو صحيحة. لذلك احتاج الإنسان إلى وجود شخصيات تصحح له المفاهيم، وهو ما نطلق عليه بتصحيح المفاهيم عن طريق سلوك أهل البيت. فجاءوا من أجل أن يصححوا مسيرة حياة الإنسان، من أجل أن يصححوا مسيرة حياة المجتمع، من أجل أن يقولوا لنا بأن الطريق الموصل إلى الله هو هذا، فاسلكوا هذا الطريق لأنه يعتبر من أقصر وأفضل الطرق. وهذا يحتاج إلى التمسك بسيرة أهل البيت وبنهج أهل البيت، لا بغيرهم، أو من يسير على سيرة ونهج أهل البيت. لذلك شوف مثلا، نجي إلى الآية القرآنية، قل بفضل الله وبرحمته فليفرح، فبذلك فليفرح. الآية القرآنية تتحدث عن فضل وتتحدث عن رحمة. إذا إجينا وأطلقنا هذا العنوان اليوم بالمجتمع وسألنا واحد شنو تعتبر فضل الله عز وجل، الرحمة الإلهية شنو، مصداق الرحمة، الرزق الإلهي، غالبا ما يذهب الذهن إلى الأرزاق المادية. والقرآن يبين لا، والمعصوم يبين لا، مو هذا الفكر. هذه مشكلة يعيشها الإنسان إذا ذهب ذهنه إلى الرزق المادي، وإن الرحمة الإلهية هي رحمة شنو؟ رحمة مادية. لذلك في القرآن يجي القرآن يقول إنما أموالكم وأولادكم شنو؟ فتنة. يمر أمير المؤمنين عليه السلام من شخص يدعو، شوف تصحيح المفاهيم، ما ترك شيء أمير المؤمنين، وهذا نحتاجه اليوم، وين نحتاجه في مجتمعنا. يمر شخص يدعو، اللهم إني أعوذ بك من الفتن. وقف أمير المؤمنين التفت له قال أراك تتعوذ من مالك وولدك. استغرب هذا، قال له أكو واحد يتعوذ من أمواله؟ أكو واحد يتعوذ من ولده؟ قال بلى، القرآن يقول إنما أموالكم وأولادكم شنو؟ فتنة. وإنت تقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ومن الفتنة، إذن أنت تتعوذ منهم. قال له عاد شلون أدعو؟ تصحيح مفهوم بالمجتمع حتى يصير الدعاء صحيح. قال قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. يعني لا تخلي أموالي فتنة، لا تخليها تظلني، خليني هذه الأموال أستثمرها وين؟ لك يا رب، أستثمرها لآخرتي. هذه العائلة، هؤلاء الأولاد، خلي تربيتهم أربيهم تربية لله، أن أكون عائلة إلهية، عائلة مؤمنة، عائلة متدينة، حتى يتغير المعنى، ما يصيرون فتنة. شي يصيرون؟ إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة ولد صالح يدعو له. شوف وين فتنة، وين الحديث يقول تغير المعنى،
ليش؟ تعاملت مع هذه اللي الله عز وجل نبهني عليها بالقرآن، ويجي أمير المؤمنين يصحح مفهوم بالمجتمع. كيف نتعامل مع الأموال؟ كيف نتعامل مع الأولاد؟ كيف نتعامل مع الأسرة؟ ما هو دور الإنسان؟ ما هو دور الأب؟ ما يبينها بكلام بسيط أمير المؤمنين، فيصحح شنو؟ يصحح مفهوم بالمجتمع حتى يستقيم المجتمع. بعد يمر أمير المؤمنين، شوفوا كيف يصحح المفاهيم. يدخل إلى المسجد، فيجد قوم جالسين بزاوية المسجد. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. عنوان كبير، صح لولا؟ ضخم كلش. متوكلين على الله، يعني احنا قاعدين بالمسجد وتوكلنا، لا شغل لا عمل، هو يدزنا رزقنا. قال: بل أنتم المتآكلون، مو متوكلون. إن كنتم متوكلين فما بلغ بكم توكلكم. سولفونا إذا صدق متوكلين، اعطونا مصداق للتوكل مالكم بالمجتمع، تصحيح مفهوم ما تركه. إيش قال له؟ قال لهم: ما بلغ بكم توكلكم. قالوا: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا صبرنا. إذا الله انطانا أكن وحمدنا الله وشكرنا، وإذا ما انطانا نصبر. سمعوا جواب علي بن أبي طالب أخوان. قال: هكذا تفعل الكلاب عندنا. هسه هي مو استهزاء بهم، لكن هاي الصفة راد يبين لهم هذه الصفة عند الكلاب. الكلب أجلكم الله الحيوان بصورة عامة، من يوجد شي يسوي؟ ياكل. ومن ما يوجد يصبر لو ما يصبر؟ قال لهم: شاتو شنو اللي مسوي؟ شنو اللي مقدمين للانسانيه؟ شنو اللي متقدمين نفسكم؟ شنو اللي قدمتوا للدنيا وللاخره بهاي الصفه؟ قالوا: ما نفعل. لا شو نسوي؟ قال: كما نفعل. شوف وين رجع القضيه، الالتزام بسيره المعصوم. قالوا: له شو نسوي؟ إذن كيف نفعل؟ قال: كما نفعل. قالوا له: كيف تفعل؟ أنت شو تسوي يا علي بن أبي طالب؟ قال: غير المعادلة. قال: إن وجدنا ذكرنا، أنطينا، ساعدنا، رحنا اليتيم، رحنا الفقير، رحنا المحتاج، رحنا إذا وجدنا ما ناكل بالمباشر، ما نفكر بأنفسنا، نفكر بالآخر. إن وجدنا ذكرنا، وإن فقدنا شكرنا. الفقد عند المؤمن من مواطن الشكر، مو من مواطن الصبر. غير المفهوم كله، غير المعادلة كلها أمير المؤمنين. لذلك عندما نأتي إلى الآيات القرآنية ونعيش مع جو الآية القرآنية ومع جو الرواية، رواية أهل البيت وحديث أهل البيت، نحتاج إخواني أن نعيش هذا القانون، نطبق هذا القانون، وهو قانون تصحيح المفاهيم. كيف نصحح المفاهيم في الوقت الحاضر؟ عن طريق القرآن وعن طريق منهج أهل البيت حتى يستقيم المجتمع. أمير المؤمنين قال للذولة: كما نفعل، سووا مثل ما نسوي إحنا، وتركوا مثل ما نترك إحنا، انتهى النقاش. فيصحح شنو؟ يصحح المفاهيم في المجتمع. هذه تصحيح المفاهيم، قلنا المفهوم هو اللي يحرك الإنسان. إذا صححت المفاهيم تكون حركة الإنسان حركة نافعة بالمجتمع. بعد من يجي الإنسان يتعامل مع هذه الآية القرآنية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف الآية خرجت، ذيل الآية خرج الجنبة المادية، خير من الدنيا، خير من الجمع.
شنو هذا الفضل الإلهي؟ شنو هذه الرحمة الإلهية؟ الرحمة الإلهية إذا أوجد في قلبك حب محمد وآل محمد. فشوف فد مصداق للرحمة الإلهية، الله عز وجل ينطي العبد الرحمة الإلهية إذا أعطاك قلبا طيبا، إذا أعطاك لسانا جميلا، إذا أعطاك نفسا نقية، إذا أعطاك روحا طاهرة، إذا أعطاك جمال الباطن. هذا الجمال اللي نحتاج أن نحافظ عليه أخوان في الحياة الدنيا، وهو جمال الإنسانية. هذا فضل الله. يمر رجل بأحد الصالحين وكان ذلك مبتلى بأمراض كثيرة، أبرص وأعمى وأبتلي بمرض جلدي إلى غير ذلك، لكن لسانه يتحرك، يجي يستمع إلى كلام هذا المبتلى بهذه الأمراض، وإذا به يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. التفت لهذا الرجل قال له: شنو العافاك بي؟ أنت ما بك شيء سالم، ما بك شيء صاحي. قال: ويحك، لقد وهبني لسانا شكورا وقلبا عامرا بحب الله وبدنا صابرا. ما دام لساني يذكر الله وقلبي يحب الله وبدني صابر على البلاء، هذا من أعظم النعم، هذا من أجمل النعم. فمن يجي الإنسان يفهم إخواني، يقرأ كتاب هذه الحياة ويقف على فلسفة وحقيقة هذه الحياة، يتغير تعامله. فكل حياتك أنت عبارة عن كتاب، وأنت المؤلف، أنت اللي تألف هذا الكتاب. فاحرص أن تكون مؤلفاً جيداً. شلون مؤلف جيد؟ املأ سطور وصفحات هذا الكتاب بالجمال، املأها بالخير، املأها بطاعة الله، املأها بمساعدة الناس. خلي من يجي شخص يفتح الصفحة الأولى من كتاب حياتك ويبدأ يقرأها ينجذب إليها. ليش؟ لشدة جمالها وسموها ورقيها، فينجذب إليها. وإذا قرأ الصفحة الثانية زاد ذلك الانجذاب، فهو يتنقل في كتاب حياتك من جمال إلى جمال. وارجع إلى الله بذلك الجمال، لا ترجع بغيره. إذن هذا يحقق الإنسان عن طريق شنو إخواني؟ عن طريق تصحيح المفاهيم، وهو السير على نهج محمد وآل محمد، وهو ما أراده أمير المؤمنين عليه السلام في كل حياته. إذا دققنا النظر وراجعنا تاريخ حياة أمير المؤمنين، نجد بأن تلك الحياة كانت عامرة بطاعة الله. لذلك اليوم أكو فد عبارات جاي تركز على أمير المؤمنين شوية لذان يمي، وين تركز بأن علي هو رائد العدالة الإنسانية، جيد وهذا ثابت عند الكل. لكن السؤال هنا: كيف وصل أمير المؤمنين إلى هذا المقام، إلى مقام رائد العدالة الإنسانية
وصل إلى هذا المقام عن طريق طاعة الله وعن طريق عبادة الله وعن طريق الدين. لذلك يعطينا فد رسالة جدا عظيمة لكل الشباب، خصوصا لمرحلة الشباب، وهي شنو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بالناس خطبة رمضانية ويسأل أمير المؤمنين، دققوا بجواب علي، قال له ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله. ثم بكى، قال مما بكاؤك؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي لما سيحل بك في هذا الشهر، شو راح يصير بي؟ قال له وكأني بأن أشقى الأولين والآخرين يضربك على قرنك فيخضب لحيتك. يبين له فتفاجعة، راح تطبار وراح يصير بك هيك. سمعوا علي شي قال له، شباب سمعوا الرسالة مال أمير المؤمنين. قال وذلك في سلامة من ديني. رسول الله يقول له راح تصير فاجعة، راح تنطبر وتتخضب لحيتك من دم رأسك. أمير المؤمنين باله وين؟ ذهنه وين؟ دين بمأمن يا رسول الله؟ قال له في سلامة من دينك؟ قال له كل شيء هون، دين بمأمن كل شيء سهل، دين بسلام وأمان كل شيء سهل. ينطفت قانون لاستقامة الإنسان وشلون يوصل إلى رائد العدالة الإنسانية. فخلي يعلم الجميع بأن علي وصل عن طريق العبادة الحق لله. فليصير عندكم فصل بين دين علي وإنسانية علي، هذه مشكلة اليوم جاي تطرح، أنا أتابعها تطرح. يركزون على الجانب الإنساني، شلون وصل؟ كون نثبت وصل عن طريق العبادة وعن طريق طاعة الله وعن طريق الحفاظ على دينه. فمن تجي تفصل بين الإنسان وبين الدين صارت عندنا مشكلة بالفهم. قلنا وإذا صارت مشكلة بالفهم تحرك الإنسان تحرك خاطئ، تحرك مو صحيح، وبدل أن تكون تلك الحركة توجد لنا حياة راح تكون تلك الحركة توجد ممات. فبدلا ما أحمل في ذهني أريد أتحرك باتجاه شخص، شوفوا أثر المفهوم شباب، أريد أتحرك باتجاه شخص، أنا في ذهني حركت من أجل أن أضره، المفهوم شنو؟ أريد أذيه، أريد أفضحه، أريد أسيء إليه، حركة راح تكون بها الاتجاه أروح أضر ذلك الإنسان. مرة لا، في ذهني أتحرك باتجاه فلان حتى شنو؟ أحسن إليه، حتى أستر عليه، حتى أقدم له الخير، راح تكون النتيجة خير. فبدل الفضيحة تكون الستر وأكون مصداق. والله عز وجل يتعامل معي بهذه الكيفية، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. فإذا أحمل في ذهني مفهوم أظهر الجميل للناس وأستر القبيح، الله عز وجل يتعامل معنا بهذه الكيفية، وهو يظهر الجميل منا ويستر شنو؟ ويستر كل قبيح. فإذا أخطأ إنسان لا نتحرك باتجاه فضحة والإساءة إليه، هذا ليس من صفات أهل البيت. ومن أجمل الفضل هو جريان ذكر الله على ألسنتنا. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في مناجاة الشاكرين: إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. لولا وجبت علي أن أذكرك ما كان ذكرتك. ليش؟ أنا ما أستحق، أنا ما أستحق أن أذكرك، أنا ما أستحق أن أدعوك، أنا ما أستحق أن أقف بين يديك.
كل ذنوب ومعاصي، كل بعد عنك يا ربي. ويكمل الإمام: ومن أعظم النعم علينا ذكرك على ألسنتنا. أعظم رزق وأعظم فضل وأعظم نعمة هو هذا اللسان اللي مر أعصي به الله عز وجل، لكن بقى الباب مفتوح. قال لي: مع هذا أنت شو تسوي؟ ادعوني أستجب لك، ادعوني فإني قريب منك. رغم أنك عاصي، إيه أنا عاصي، شلون الحل؟ أكو حلين. واحد يبين رب العالمين لموسى: مرة عندي حاجة ضرورية وأنا كل ذنوب، كلش غرقان بالذنوب، شلون يستجاب الدعاء؟ قال لي: يا موسى ادعني بلسان غيرك. إذا أردت بالدعاء خلي غيرك يدعي لك، يفعل شنو؟ أي العلاقة الاجتماعية، ادعو إلى الآخر والآخر يدعوك، تحصل حالة من التقارب الاجتماعي. يقول له: هذا اللسان اللي راح غيرك يدعي لك به هو ما عاصيني به عن جسدك أنت، فخلي غيرك يدعيني. هذا اللسان جاء يدعو لك، وهذا اللسان لم يعصني ببدنك وبجسدك، فيستجاب الدعاء. زين يا ربي أنا فقير، أنا ما عندي واحد يدعي لي، ماكو واحد يدعي لي بلسانه، تردني استد بابك علي يا رب؟ يقول: لا. جاء في الحديث القدسي، فتحوا مسامع قلوبكم اخوان، فتحوا مسامع القلوب: اذا رفع العبد يديه للدعاء وهو عاصي. ايام مباركه، ايام رمضان، عيشوها هاي. عاصي رفع ايده لمن؟ للدعاء، فيقول: يا رب، فتحجب الملائكه صوته، لان عاصي ما يوصل، لكن اني اباوع الله يقول. ثم يقول: يا رب، فتحجب الملائكه صوته حتى يكررها في الرابعه. اربع مرات يقول يا رب، والملائكه شو تسوي؟ فأقول: إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ إلهي هذا عاصي وانت تقول بعد عبدي، إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي. قلت أربع مرات: يا رب، أربع مرات أقول لك لبيك عبدي، أطلب وأنت عاصي. ليش؟ ما عندي أحد أروح له، ما عندي واحد يدعو لي، ما عندي واحد أتوجه إليه. ولذلك فضل من الله ونعمة عظيمة هو جريان ذكر الله على ألسنتنا، وفضل عظيم من الله أن نجلس في مجلس فيه ذكر علي، وأن نطهر قلوبنا بذكر علي. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استمع إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسمع، ومن نظر في كتابة لفضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب لا تزال الملائكة تستغفر له ما دامت لتلك الكتابة باقية، أو ما دام لتلك الكتابة أثر باقي. كل شيء مع علي بحساب. زين إلهي، إذا جلسنا في مجلس فيه ذكر علي،
شنو إن هدية الليلة لكم؟ هدية الليلة من رسول الله، فيها بشارة لكم خصوصاً هذه الجلسة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة تحف بهم، وإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء، فتقول لهم الملائكة، أكو ملائكة بالسماء ما نزلت، فتقول لهم الملائكة: إنا نشم منكم رائحة لم نشمها من الملائكة، فلم نر رائحة أطيب منها. فيقولون لهم: إنا كنا عند قوم يذكرون فضل محمد وأهل بيته، فعبق فينا من عطرهم فعطرنا. فتقول لهم الملائكة: اهبطوا بنا إليهم. ودون الذول القوم هاي الجلسة، خلي يصير بنا من هذا العطر الجميل. فيقولون: قد تفرقوا، مجلس راحته، قد تفرقوا ومضى كل واحد منهم إلى منزله. فيقولون لهم: اهبطوا بنا إلى ذلك المكان كي نتعطر بعطر ذلك المكان. هذه فضائل أمير المؤمنين، وهذه هي الرحمة الإلهية اللي خصنا بيها باتباع علي سلام الله عليه. زين، إذا كان الذكر فضيلة والقلوب محزونة على أمير المؤمنين، شو تقولون؟ شنو هذا الفضيل؟ إش إن بهذه الليلة؟ شنو نحصيل؟ وإذا نزلنا لنا دمعة لأن فقدنا أبونا اليوم، اليوم كل موالي يشعر باليتم، باليتم لأنه فقد علي، لأن علي غاب عن الدنيا. شنو حاله؟ شلون غاب؟ خلي أنا وياكم شوية نروح إلى الدار الأيتام والمحبين كلها مجتمعة عند باب أمير المؤمنين، وخلونا نسأل شنو اللي صار بالدار، شنو اللي جرى ويا أمير المؤمنين. خلي نسأل واحد واحد محب لعلي، نسأل الأصبغ ابن نبات، نقول له: شنو أخبار علي؟ أنت كنت جالس يم أبونا أمير المؤمنين، سولفنا عليه، احكينا على حاله، احكينا على مصيبته. يقول: دخلت على أمير المؤمنين، جلست عنده، أنظر هذا قالع باب خيبر، هذا اللي قتل عمرو بن ويد، هذا بطل الأبطال، علي ما يقدر يحرك إيده، ما يقدر يحرك رجل، مرة يغمى عليه ولهناك ويرجع يفيق، وآني أبكي. قال لي: ليش تبكي؟ قلت له: أبكي على حالك وعلى مصيبتك. قال: يا أصبغ، لا عليك، والله إنها الجنة، أنا جاي أشوف الملائكة، جاي أشوف شيء أنت ما تشوفه. يقول الأصبغ، يجاوبنا هذا الجواب، يقول: أكثر شيء أذاني أباوع على وجهه وراسه معمم بعمامة صفراء، فوالله يقول ما أميز بين صفرة وجهه وصفرة العمامة لكثرة نزف أمير المؤمنين. آه يا أصبغ، هذا حال أبونا علي بهاي الليلة. لهناك يجي الأمر الكل للخارج، لحد يبقى بالدار، تجتمع العائلة عند أمير المؤمنين، زينب زينب بجوار أبيها علي. ينظر الإمام يمينا شمالا، أخذ يوصي بوصايا، أول ما أوصى الحسن والحسين ألا تبغي الدنيا وإن بغتكما،
كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في القرآن، الله الله في الأيتام، لا تغب أفواههم ولا يضيع بحضرتكم. الله الله بالقرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله بالصلاة، الله الله بالصيام، يوصي حتى بالجيران أمير المؤمنين. لحظات وإذا به قد أغمي عليه، زينب تنظر وقد عرق جبين. يفيق الإمام تقول له أبا يا علي أراك قد عرق جبينك، يقول لها بنيا إني سمعت جدك رسول الله يقول إن المؤمن إذا دنت منه المنية عرق جبين. زينب هاي علامات الموت، وإذا بالإمام قد مدد يديه ورجليه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أي رحم الله من نادى وائما لكل موالي وعليا وضيعتنا بعدك يا أمير المؤمنين ويتمنا بعدك يا علي. والله أبو حسين ما تمم الصيام، يا أبو حسين ما تمم صيام، اجى العيد ولاد ايتام، بعيد البلا يا حامل دي يا مال فلا ارامل ويل، يا مال فلا ارامل ويل. بهذا الحال زينب ياخذون امير المؤمنين يغسل، ياخذون الامام يدفن. مثل هذه الليله العائله لوحدها، زينب جالسه بالدار شتنادي بابي وامي، تقل لولا 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 بويا سولف لك على الحسرات، لولا انحنيت وظهري صارت بي. وويلي علي السيدة، بوي 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 انحنيت وظهري صارت بي، لولا 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 علي تسمع ونين عليك، لولا لولا دخيلك قوم بويا وحن علي، اي دخيلك قوم بويا وحن، قال الشلا يا يا شلا اش كثر قلبي يا ابويا عليك. اي والله شال ابويا شلا شلا مصابك للبدن يا علي، والله شالاه شالاه بنت وتصد ابوها بنعش، والله شالوه شالوه بس الله اللي يعرف اش صار بي، اي بس الله اللي يعرف اش صار.
يا ربي. يا ختام المجلس، ختام المجلس، الأيادي اللي فوق لقضاء الحوائج لشفاء المرضى، ها اطلب حاجتك واتتون، خلي الونة تطلع من قلبك على علي، تختلف الونة. شنقول؟ والله علي وين تون عروق من ناس ما عالي. والله علي علي والله توين توين عروق من ناس ما عالي. والله علي وين علي وين وحتى الصخر بفراقه علينا هم جاي وين محزونين عليك بويا. والله حتى حتى الصخر بفراقه على والله علي وين اليتامى عليك تنشدني وين راح ابونا علي بهاي الليل. احنا ايتامك يا امير المؤمنين، احنا ايتامك يا صاحب الزمان، يمت الفرج مولاي. يلا يلا اخر ونه. اليتامى اليتامى عليك تنشدني علي والله علي وين شجاوب وانا تسعر نار بيا.